نشكر السعودية على كل شيء بذلته من أجل اليمن، وإن شاء الله المقاومة تنتصر على كل ظالم. عاصفة شكر في الشارع اليمني ردا على عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل التي أعادت الأمل لليمنيين بعودة دولتهم التي سلبتها منهم الميليشيات المتمردة. فبعد عام كامل يجري أبناء مدينة تعز تحضيرات كبيرة لإحياء الذكرى الأولى لعاصفة الحزم. اليوم أبناء تعز يحيون الذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزم، هناك تحضيرات واسعة لإحياء هذه الذكرى. نحن في عاصفة الشكر نجهز لمليونية شكرا سلمان، شكرا عاصفة الحزم. أيضا هناك احتفالات رسمية من قبل محافظة تعز ومن قبل المقاومة الشعبية وكل المكونات الشعبية تحضر لتحتفل في الذكرى الأولى انطلاق عاصفة الحزم، عرفانا منا بجميل الأخوة الأشقاء. عاصفة الحزم كانت استجابة لنداء الأخوة، اليوم نحن نرد الجميل عرفانا لهم. لا يختلف اثنان في اليمن على أن ما قبل عاصفة الحزم ليس كما بعدها، وأنها غيرت مجرى الأحداث في اليمن رأسا على عقب، بل ورسمت خطا جديدا في المنطقة برمتها، وأتت بما لا تشتهيها الميليشيات. عاصفة الحزم هي عملية إنقاذ لوضع كان يجتاح اليمن وضع سيء، وهي عملية جاءت من أجل أن تضفي شيء إيجابي لليمن، كما أنها غيرت ملامح المنطقة وتوجهات المنطقة عموما وحولتها إلى منطقة أكثر إيجابية وأكثر تعاطي مع قضاياها. فعاليات مختلفة ستقيمها مدينة تعز وكل أبناء اليمن المؤيدين للشرعية إحياء للذكرى الأولى لعاصفة الحزم التي أنقذت اليمن واليمنيين من كابوس الميليشيات. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.